السلام عليكم. شفنا بعض الايرورز ممكن تتكرر مع الطلاب حين الامبلمنتيشن لاي كلاس في الاوبجكت اورينتد مع البي اتش بي. هذه الكلاس هي الانكابسوليشن. الان بدنا نشوف الانهيرتنس، لكن في البدايه بدنا نراجع بعض معلومات عامه عن الكلاس. الكلاس is a blueprint أو template for an object. دائما بتحتوي على ال variables أو بنسميها ال attributes أو ال properties، ودائما على الأغلب، مش دائما، لأن قلنا في حالات بسيطة ممكن تكون لا هي مش private، على الأغلب هي بتكون private. وال function definitions اللي هي ال methods منها بتكون public وبتكون private. ال private سميناها utility أو helper، وال public اللي هي بتكون سميناها ال interface. عشان أعمل object من ال class بناخد اللي هي new operator. new operator قلنا الممبرز بالنسبة للكلاس، كلاس ممبرز بنعمل له access specifier اللي هي public, private, protected. قلنا إذا كان هو stand alone a class، the private and protected are the same meaning. الديفولت هو public هو الديفولت وهو accessible from outside the class، لكن the private just accessible only within the class. نفس الشيء اللي protected إذا هو stand alone، لكن إذا في inheritance زي ما حنشوف في فيديوهات، ويعني مش كتير حنشوفها، يعني المهم إنه لا بتقدر تكون هي protected في the derived class تاعها. طيب، وعشان نتعامل مع أي member نتعامل مع this. this هذه موجودة في كل object ولكل member الا الممبر اللي هي ايش بتكون استاتيك، وهذا اللي احنا ما شفناهوش في الكورس هذا، لانه استاتيك معناها انه هي مش حكر لاوبجكت واحد، لكن هي شير among all the object of the same class. نحن ما تطرقنا للكلام هذا. جيد، الان هنا في عندنا الكلاس اللي اسمه person. هنا الكرييشن بتاع الكلاس من هنا لهنا، في عنده attributes. احنا اخذنا attribute واحد او property واحد اللي هو النيم، وعلى الاغلب هم بيكونوا private، هي data hidden او information hidden. وبعد هيك لكل attribute احنا قلنا كويس يكون في عندنا الستر والجيتر بتاعته، وto be public by default public عشان تكون هي accessible from outside. الآن بدنا نستخدم هذا الكلاس، هيك احنا جهزناه عشان نستخدمه، وعملنا منه object باستخدام new operator. صار في عندنا object referenced by x، وبالx احنا بنقدر نعمل access لأي من الممبرز الببليك في الاوتسايد، لأن هنا احنا برا الكلاس، الكلاس منتهي هنا. جوه الكلاس عشان اتعامل مع اي واحد بستخدم مين؟ الدس. قلنا هي يعني مفضل انه استخدمها عشان ما يكون في اي دبليكيت، ان كان في الارجومنت او الباراميتر واللوكال او الممبر شيب. طيب، يعني هذا في النهايه حيديني قيمه النيم اللي هي حددناها هي عادي. طيب، هنا نفس الشيء بس زودنا ايش عملنا هنا؟ عملنا constructor. عملنا constructor قلنا هو should be public من غير ما اكتب public، وهو double underscore مع كلمة public، مع كلمة constructor اللي هو دور الconstructor يعمل initialization. عرفنا ايش الفرق بين initialization والassignment. assign value لvariable أو لobject،
او initialize variable او object. ففي لحظه الكونستراكت انا بدي له قيمه، بدي له قيمه يعني بستدعي الست فانكشنز. طبعا بديش استخدمها نعم، لكن احنا هنا بنقول هي مش مهمتها فقط نعمل الست فانكشن او الست فاليو، لا قلنا برضو من مهمتها تعمل الفاليديشن، لكن احنا هنا ما عملناها عشان مهمتنا مش في الفاليديشن الان. فحتدي القيمه الجديده للنيم، وهنا في عندنا الجيت الجديد برضو هنا في الكود هذا، انه احنا حنعمل initialization من وين؟ من البوست. البوست هيجيني اسم حدي للاوبجكت، لاحظ لما يكون في عندي parameterized constructor بدي له قيمة، والقيمة انا اخذتها من وين؟ من البوست او من الفورم، عشان اديها ايش؟ اسم لمين؟ للاكس، ونطبع الاسم. لكن في الاكزامبل اللي قبله احنا اديناه دايركت، هنا اديناه دايركت بالست نيم، لكن هنا لا، احنا حنديله من مين؟ من الفورم. تعال اذا ننفذ هذا ونشوف ايش اللي بده يصير. هذا لو بدنا ننفذه، حاجه في الاول اشوف هل البوست فاضيه، يعني فاضيه في شيء اسم، يعني ما جانيش من مين؟ من الفورم، اجاني دايركت السلام. بعدين هذا هي empty. طبعا واحد يقول لي طب ممكن اعمل الست، the same meaning، الست post person name، او اقول empty post the same meaning. اذا لا هو ما جنيش من الفورم، اقول له هي الفورم اديني اسم واعمل submit. لما يعمل submit هيرجع للاكشن اللي هو نفس الفايل اللي انا فيه، هيجي المرة الثانية هل هي empty؟ لا مش empty، عندي قيمة البيرسون نيم، وحبدأ أشتغل الشغل. طبعا الكلاس هذا مش هيشتغل إلا إيش؟ أبدأ منها، أبدأ منها، هعمل نيو بيرسون وحاخذ القيمة اللي جتني من الفورم اللي هي حتروح لهان، اللي هي حتديها للست، الست اللي هي حتعمل initialization لمين؟ لقيمة النيم. النيم هو الاتريبيوت هذا، وبعد هيك بكون خلصنا ايش؟ الانيشاليزيشن. بعد هيك بدي اعمل اكسس له لمين؟ للنيم، اطبع لي النيم. طيب تعال ننفذ الكلام هذا ونشوف. بدنا نشوف حاجه اسمها بيرسون 2. هاي بيرسون 2 قال لي اديني ذا بيرسون داتا اللي هي وين؟ انتر ذا بيرسون داتا، انتر ذا بيرسون داتا. في البيرسون داتا ايش بده هو؟ بده تدخل له النيم، دخلنا له النيم، وبعد النيم في عندك السبميت، هي عندنا السبميت، بدي اروح ادخل له علي احمد حسن امل بدك اياه، وتعمل سبميت، في النهايه حيطبع لك القيمه اللي انت ادخلتها. كيف صار الكلام هذا؟ انا عملت سبميت، عملت سبميت مع الكلام انا بعت النيم عبر مين؟ عبر البوست. رجع لمين؟ لنفس الفايل. هل البوست فاضيه؟ لا مش فاضيه. ما دام مش فاضيه هذه النهايه بتاعت الاف. عملت اكستراكت، طبعا هنا ما لهاش اي فايده اكستراكت لانه احنا استخدمنا هنا مباشره مين؟ بالبوست. عملنا اكستراكت، هي البيرسون الموجود عندنا، قلنا اعمل نيو بيرسون، نيو اوبجكت من الكلاس هذا، وادي له القيمه اللي اجتني من مين؟ من الفورم. ادينا له اياها، وادى النيم قيمه. بعد ما خلص قلنا اديني نفس القيمه هذه، جيت نيم، جيت نيم اللي هو ريتيرن ذا نيم، وبطبع يعني اللي بدي اياه انا بقدر اعمل initialization برضه للكلاس من مين؟ من الفورم، من الفورم. هذه لغاية الآن لسه فيش عندنا أي inheritance. بدنا نشوف الآن الانهيرتنس. طبعاً اللي إحنا حكينا إنه الانهيرتنس هي عبارة عن reusability، reuse ل class أصلاً موجود عندنا. بدناش نعيد الكلام تاني، وبدناش نعيد الكتابة تاني، يعني إشي موجود بدنا
نستخدمه. عشان اعمل inheritance بستخدم الكيورد اللي عندنا ايش اسمها extent. الاكستنت كل شيء بصير فيه موجود في البيزك كلاس بيجي للدرايف ذا كلاس الا البرايفت. الا البرايفت البابليك البروتكتد كلهم بيجوا بنفس الخاصيه بتاعتهم. اذا هو بابليك بضلوا بابليك، اذا هو بروتكتد بضلوا او بروتكتد، الا البرايفت بضلوا موجود في الدرايف للتشايلد كلاس ما بتعمل معه. ودائما جيد انه الكونستراكتور تاع التشايلد كلاس should call parent constructor برضه. تعال نشوف هنا مثال انا مجهزه. في عنا في المنطقة هذه كلاس اسمه بيرسون، نفس اللي شفناه قبل شوية. وهان عملنا كلاس اسمه امبلوي اكستند للبيرسون. بمعنى الكلام امبلوي از ا بيرسون، صحيح؟ employee extends يعني هي is a relationship is a person. يعني كل شيء هان موجود هان إلا هاد. ليش؟ لأنه هاد private على طول. هان عملنا reusability لمين؟ للبيرسون. بالإضافة إلى ذلك هو كل employee هو person. لكن بيختلف عن اي بيرسون انه له سالري. طبعا هنا ممكن يكون في له نيم، ايج، ادرس، فون، ايميل، معلومات كثير يعني. لكن احنا عشان بدناش نكبر الموضوع احنا اخذنا على قد البيرسون. نفس الشيء الامبلوي له الرانك تاعه، له الديبندنس تاعينه، له الادرس، له الجوب تاعه، له التايتل تاعه، امور كثير. لكن احنا برضه ما اخذناش الا السالري، يعني هي هذا دائما بتميز الموظف قديش بياخذ. على طول الناس بتسال قديش بياخذ، عشان هيك هي مميزه بتاعته. طيب اذا الحين البيرسون الامبلوي از ا بيرسون، يعني له نيم وله سالري، وفي عندنا الست والجيت لمين؟ للسالري. طب والست والجيت بتاعت النيم؟ لا، ما هي اوريدي هي موجودين هنا، موجودين في البيرسون. الان اللي بدي اياك تنتبه له الكونستراكتور تاع مين؟ تاع الامبلوي. احنا في الامبلوي الان الكونستراكتور تاعه هنا كان ياخذ جاست وان ارجومنت، وان باراميتر. الان هنا ايش بياخذ؟ اثنين، لانه هو اصلا بيرسون بدنا له اسم، وهو امبلوي بدنا له سالري. النيم هذا عشان ندي للنيم اللي فوق اللي هي في البيرسون. لاحظ ايش عملت؟ انا في عندنا كيورد اسمها parent، وفي عندنا resolution scope operator انه من البيرنت بدي اياك تنفذ لي في البدايه مين؟ الكونستراكتور تاع البيرنت عشان ادي له الاسم. طبعا اذا كان له ايج بدي له ايج كمان، وبدي له ادرس، كل المعلومات تاعت البيرنت. ومن ثم ايش بدي اقول له؟ اعمل لي initialization للقيمة بتاعته as an employee، اللي هي السالري، اللي هو حيستدعي مين؟ الست هذه. طيب هذا بدي اياك تسيب لي اياها شوية وحرجع لها. هذا بضلها هي ميثود من الميثود تاعين مين؟ بتاعت الامبلوي. سيبها شوية حرجع لها الان في التنفيذ. الان ايش اللي عملته انا؟ عملنا هنا object من بيرسون، وكمان object من بيرسون هنا two objects، هي one two reference by بي واحد وبي اثنين، بيرسون واحد وبيرسون اثنين. وهنا عملنا كمان object من الامبلوي اللي هو بيحتوي على two objects، object للبيرسون وobject تاع الامبلوي، زي مغلفين تغليف. نفس الشيء هنا كمان another object employee اثنين. انا بس بدنا نغير
الاسم ما في نظله سامر سامر، لأن معناته أنا كبي صحيح يعني. هاي سالي. تمام. وراتبها هاي 2400. المهم طيب، هنا في الأول طبعنا الاسم تاع البيرسون الأول، وهنا طبعنا الاسم تاع مين؟ البيرسون الثاني. لأن هذول جلوبال، وجلوبال بقدر استخدمهم برا عادي. وهنا طبعنا الاسم تاع الأمري الأول، وطبعنا السالري تاع الأمري الأول. تمام. طبعنا السالري. هان هنلاحظ الآن في الأوتبوت، هنا طبعت لأمبلوي، وهنا أنا طبعت للأمبلوي الثاني، بس طبعت له كيف؟ فانكشن أنا مجهزها وما علي إلا أستخدمها عشان تطلع هيك منمق شوية أحلى من مين؟ في الأوتبوت من مين؟ من هذه. لاحظ عملية الريوزابيليتي كيف بنعملها كمان. تمام؟ إيش حنطبع فيها؟ بدي أقول له ذا أمبلوي انفورميشن، النيم بدنا النيم تاعه، والسالري بدنا السالري تاعه. طب ما هنا طبعتهم، بس حتلاحظ الان في الاوتبوت كيف بدي انفذ، وبعدين بدي ارجع بحكي كلمات. هنا بدي اعمل سيف. ونروح لهنا بدنا امبلوي 3. لاحظ هذا قلنا الاسم تاع البيرسون الاول، الاسم تاع البيرسون الثاني، الاسم تاع الامبلوي الاول، والسالري تاع الامبلوي الثاني. لكن شوف الامبلوي الثاني، هذا الامبلوي الاول، الامبلوي الاول، هذول الاثنين. هنا الامبلوي الثاني صار اشي منمق، ليش؟ لانه انا مجهز له فانكشن. ها ممكن استخدمها للاول، ممكن استخدمها للاول، بس انا بدي اوريك ايش الفرق، انه اتعامل حاجه جهزها وتكون منمقة للكل وتو بي ريوز. طيب، حياة تسميات علمية تكون دائما معانا هنا اوبجكتس، يعني الريفرنس تاعهم نفس الشيء، اوبجكتس الريفرنس تاعهم. الان في عندنا في الاوبجكت اورينتد في حاجة اسمها ميثودز. مين الميثودز اللي عندنا؟ كل هذول ميثودز، هذولا ميثودز. ميثودز انهم ممبر فانكشن لمين؟ لا، وهذه ميثود لمين؟ في ممبر فانكشن، ممبر فانكشن في مين؟ في الكلاس بنسميها ميثود. طيب، في عندنا حاجه ثانيه تسميه، في حاجه اسمها مسج. الان لاحظ لما نستدعي الجلوبال فانكشنز او الجلوبال ميثودز هذه بسميها مسج. طيب المسج دائما رسالة، في مرسل ومستقبل. مين المرسل؟ الكود تاعنا الحالي اللي هو بيرسون 3.php. طب مين المستقبل؟ هو نفسه مين؟ الاوبجكت. فكأنه ايش؟ بيرسون 3 بقول يا بيرسون 1 اطبع لي اسمك، يا بيرسون 2 اطبع لي اسمك، يا امبلوي 1 اطبع لي اسمك، يا امبلوي 1 اطبع لي السالري تاعك، يا امبلوي 2 اطبع لي معلوماتك. ففي عندنا اوبجكت، ميثودز، مسج، دول كلهم عباره عن ايش؟ مسجز. تمام. انا حابك برضو ايش انك تشوف الكلام هذا وتنفذه ان شاء الله. طيب، يعني عشان انهي بدي اياك كاساينمنت مبدئي تشوفه لحالك، تعمل لي بوينت، ومن البوينت تعمل لي سيركل، ومن السيركل تعمل لي سلندر. ايش اللي بتقوله؟ البوينت ايش لها؟ لها اكس واي اكسس، يعني نعمل كلاس بوينت برايفت اكس وبرايفت واي. طيب النقطة هذه جيب نقطة زيت وحطها عليها بالضبط، نقطة الزيت بتكبر بتصير دائرة، فكأنه ايش بقول؟
الدائرة هي عبارة عن نقطة ولكن إلها إيش؟ إلها أبعاد، إلها اللي هي الإكس والواي اللي حددناهم وإلها نص قطر. طيب الدائرة نفسها امسكها ومغطها لفوق ولتحت بتصير سلندر. كأنه إيش بقول أنا؟ إنه السلندر هي دائرة ولكن لها ارتفاع، ولكن لها ارتفاع، فحيصير في عندك البوينت. بعد ما تعمل كلاس البوينت بدك تعمل كلاس السيركل اكستندز من مين؟ من البوينت، وحتعمل كلاس اسمه السلندر واللي هو اكستند من مين؟ من السيركل. البوينت حتعمل فيه اكس وواي، السلندر حتضيف عليه الراديوس، السلندر حتضيف عليها الهاي بتاعها. يعني حاب انك تشتغل لحالك في هذه عشان بس تركز عندك قصة الانهيرتنس. يعطيك العافية.